نجم الريال الألماني. يحكى عن زمن مضى أن هناك بنت صغيرة كان أبوها وأمها قد توفيا، وكانت فقيرة جدا بحيث لم يكن لديها غرفة للسكن فيها، وليس لديها فراش للنوم عليه، وليس لديها أي شيء سوى الملابس التي على جسدها وقطعة صغيرة من الخبز بيدها. أهداها إياها قلب مفعم بالشفقة، كانت طيبة ومؤمنة، وبما أنها كانت تشعر أنها مهجورة من جميع العالم خرجت إلى الحقل مؤمنة بالله. صادفها على الطريق رجل فقير وخاطبها: أعطني بعض الشيء من الأكل، أنا في أشد الجوع. أعطته قطعة الخبز كلها وقالت له: باركك الله إياه، ومضت في السير. وصادفها طفل ينوح وخاطبها أن رأسي يتجمد من البرد، أهدني شيئا لأحمي رأسي من البرد. مسكت غطاء رأسها وأعطته إياه، وبعد مرور قليل من الوقت شاهدت طفلا ولم يكن لديه مشد وهو يجتمد من البرد القارس، فأقامت بإعطائه مشدها. بعد برهة من الزمن طلب منها أحد الطيور فأعطت طيورها بدون تردد. وأخيرا وصل إلى الغابة، وكان قد حل الظلام الدامس، وجاء أحد وطلب منها قميصها، والبنت المؤمنة فكرت قليلا: إن الظلام دامس، لا أحد يستطيع رؤيتي، أستطيع أن أعطيه قميصي. فقامت بخلع قميصها وأعطته إياه. وحينما كانت واقفة ولا شيء يغطي جسدها، سقطت النجوم من السماء وكانوا ريالات صلبة ذو لمعان خارق. وبرغم أنها قبل برهة أعطت قميصها، فهي الآن تلبس قميصا جديدا وهو من أفخر أنواع القماش. فقامت بجمع الريالات وأصبحت غنية طول عمرها.